مود. الكلام اللي قدام مننا ده هنتركبه ازاي؟ زي ما احنا شايفين، لو انا في السترنج اب مود لازم تكون الماشين ريدي، اللي هو 44 واحد 144 واحد، لازم تكون الماشين ريدي. طب لو انا دوست على الاب بريست في الحالة دي باخد القيمة 4 وانقلها لدي بي دبليو 5 اللي هي بتمثل عندي السترنج ان مود، يعني خلاص كده المكنة شغالة والكلتش ماسكة البولي مع الموتور وبشتغل بسرعة التجهيز للمكنة. في الحالة دي الفلاج 170.1 هو ده اللي بيمثل عندي الستيت دي اللي هي حالة الانتقال من الريدي فور سترنج الى حالة السترنج ان مود. طيب لو انا برضو في حالة الريدي فور سترنج ودست على المفتاح الخاص بالكلتش في الحالة دي برجع تاني لحالة الهيتنج اب مود وبعمل ريسيت للكلتش، يعني بفصل الكلتش عن الموتور اللي موجود عندي، فبنقل القيمة 2 الى دي بي 5 دي بي دبليو 0. ده اللي احنا قلنا عليه. طيب انا بقى لو في حالة تانية، يعني انا انتقلت دلوقتي للحالة اللي بعد كده اللي هي حالة السترنج ان مود. السترنج ان مود يعني المكنة شغالة بسرعة سرعة التجهيز وفي نفس الوقت الكلتش شغال، الكلتش شغال معايا. في الحالة دي انا متاح عندي ان انا ادوس على افصل الكلتش، يعني انا ادوس على السترنج ان مود وافصل الكلتش، او متاح ان انا ادوس على داون يعني افصل المكنة. فدول الحالتين اللي موجودين عندي، مفيش احتمال ثالث. فبناء عليها ابدا اشوف الاحتمال الاولاني. الاحتمال الاولاني لو انا دوست على الكلتش افصل الكلتش، معنى كده ان انا بقول للمكنه ابدا انتقلي الى حاله الاكسلريشن مود، ابدا انتقلي الى حاله الاكسلريشن مود. حاله الاكسلريشن مود ان انا باخد القيمه 8 وبنقلها الى الدي بي 5 دي بي دبليو 8، وفي نفس الوقت ببدا اعمل سيتنج للام 172 0 اللي هو بيمثل ان هي حاله الانتقال من الى من حاله السترنج ان او التجهيز الى حاله البرودكشن. المرحله الوسيطه دي احنا بنسميها في البرنامج الاكسلريشن عندي، وببدا انتقل ليها. اظن ان حصل خلط في حاله سابقه قبل كده، ان انا لو اشتغلت دوست من حاله الهيتنج اب مود انا بنتقل على طول، اسف دي مش حاله السيرفيس، دي هنا حاله اللي هي الاكسلريشن مود اللي هي الحاله اللي قدام مننا. لو انا دوست اب ببدا انتقل الى حاله سوري دي حاله التشغيل وزود كلتش، حاله السترنج ان وزود كلتش اللي هي 8، يعني هنا انا بفصل الكلتش وبشتغل مش الاكسلريشن مود، لا دي حاله التشغيل وزود كلتش، يعني دي سترنج ان وزود كلتش اللي هي القيمه 8. طب لو دوست داون، لو دوست داون برجع تاني الى حاله ان الموتور الكلتش اوكي ماسكه الموتور مع البولي وفي نفس الوقت ما فيش سرعه، يعني حاله ريدي فور سترنج. طيب انا بعد كده لو انا في حاله الاكسلريشن مود، الاكسلريشن مود يعني انا خلاص الموتور بدا ينتقل من حاله السرعه بتاعت التجهيز الى حاله البرودكشن. المرحله الوسيطه دي بيبدا اللي هي عندي بتاخد القيمه 7 وبتتنقل لدي بي 5 دي بي دبليو 0 لو انا شغال فيها. يعني انا عندي في حاله الاكسلريشن مود ايه اللي ينهي الاكسلريشن مود؟ يعني لو انا شغال في حاله الاكسلريشن مود، لو انا وصلت للسرعه اللي انا حاططها، يعني هنا سبيد اب امبلس يعني السرعه وصلت الى الحاله اللي انا شغال عندها اللي هي سبيد ريتشد، لو انا اول ما السرعه توصل بيبدا ينتقل الى مرحله البرودكشن، خلاص انا الخط ريدي عندي او الستيت الخاصه بالبرودكشن اللي هي القيمه 7. طيب لو انا دوست داون وانا بعمل اكسلريشن، يعني الخط طالع السرعه بتاعته وانا بعمل اكسلريشن، في الحاله دي المفروض ان انا اعمل ديسيليريشن، يعني انتقل الى المرحله بتاعت 6 اللي هي الديسيليريشن مود، على اساس ان انا هنا ببدا ارجع بالسرعه تاني الى سرعه التجهيز. دول وانا في حاله الاكسلريشن ايه اللي ممكن يحصل معايا. طب لو انا في حاله الديسيليريشن، حاله الديسيليريشن انا ممكن عندي هنا ان انا خلاص وصلت للسرعه اللي هي سرعه التجهيز اللي هي سبيد داون امبلس، انا خلاص وصلت للسرعه. اول ما اوصل للسبيد داون امبلس خلاص ببدا اشتغل على السترنج ان وزود كلتش، ان انا ببدا انقل القيمه 8 الى الدي بي 5 دي بي دبليو 0. او لو انا في الديسيليريشن مود خلاص هي دي الحاله الوحيده ملهاش احتمال تاني. المرحله الثالثه لا. طب لو انا في البرودكشن مود، انا خلاص وصلت المكنه شغاله وبتنتج في البرودكشن مود، برضو الاحتمال اللي عندي ان انا ادوس داون، ان انا ادوس
داون. لما ادوس داون هبدا انتقل الى الديسيليريشن مود اللي هو باخد القيمه 6 واحطها في الدي بي 5 دي بي دبليو 0، وفي الحاله دي اللي بيعبر عن كده الفلاج اللي هو 170 4. نفس الحال سواء انا جبتها من الكمبيوتر او من المفتاح اللي موجود عندي. طب لو انا في حاله السترينج ان نو كلتش، لو انا في الستيت دي انا شغال في حاله السترينج ان نو كلتش، يعني انا شغال عملت اب على طول من غير ما اشغل الكلتش اوصلها مع الموتور. في الحاله دي لو انا دوست اب بنتقل الى حاله الاكسلريشن مود، يعني باخد القيمه 5 وبنقلها الى الدي بي 5 دي بي دبليو 0، وباخد الفلاج اللي هو 170 0 بعمل له سيت، ده اللي بيمثل حاله الاكسلريشن. طب لو انا في حاله السترينج ان نو كلتش ودوست داون، في الحاله دي برجع الى الهيتنج اب مود، يعني باخد القيمه 2 وبعديها الى الدي بي 5 دي بي دبليو 0. في حاله السيرفيس مود انا كل اللي انا بعمله باخد القيمه 1 وانقلها الى الدي بي 5 دي بي دبليو 0. لو انا لغيته يعني لغيت السيرفيس مود بنتقل الى حاله الستوب. وبكده دي طريقه الطريقه اللي انا استعملتها للانتقال بين المودز المختلفه للمكنه، ان انا ببقى واقف في وضع معين. طبعا الكلام ده ممكن يتعمل باللادر، وهنشوف اكزامبل بعد كده ان شاء الله ازاي نعمله باللادر، لكن انا فضلت ان انا بعمله بستيتمنت ليست، لان هو زي ما احنا شايفين الموضوع ما هوش معقد قوي او ما هوش كبير قوي، وممكن يتجمع في مجموعه سطور كبيره جدا. هوريكم الفرق لو انا عملت هذا الكلام باللادر دياجرام، وحجم الشغل اللي هياخده قد ايه، وبياخد حجم كبير جدا في البرنامج بالمقارنه بالحجم اللي احنا عملناه. على الاقل لكل مجموعه من الستيتمنتس اللي قدام مننا دي بنضطر ان احنا نعملها في نتورك الواحده على اساس ان يحصل ريبريزنتيشن للادر، وفي نفس الوقت بنبدا ندخل نجمع اكتر من كونديشن في نفس السطر. يعني انا هنا كل مجموعه من الوظائف كنت مجمعهم مع بعض في منطقه واحده، لا لو احنا اشتغلنا باللادر هنبدا ان احنا نفصل بين دون، وهندخل كل الكونديشنز في كل نتورك في اللادر. اتمنى تكون الامور واضحه، ولو في اي استفسار عن الكلام اللي احنا قلناه، وانا ما زلت مصر على اللي احنا بنقوله ده مش قالب جامد، لازم يتعامل الشغل بالطريقه دي. هي دي الطريقه اللي انا شفت بيها ان انا اخلص الشغل بشكل بسيط وسريع، والبرنامج يبقى افكتيف معايا ويدي نتيجه، و يعني الباب مفتوح للزملاء للاجتهاد واستخراج اشياء من الحاجات اللي احنا اتعلمناها مع بعض. والكلام ده ممكن يتعمل بطرق كتير جدا، لكن هي دي الطريقه اللي انا اخترتها واشتغلت بيها في المشروع. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.